بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. ما لا يعلمه أكثر الناس عن الفضل العظيم للعشر الأول من ذي الحجة. هل تعلم أن صيام كل يوم من أيام ذي الحجة يعدل صيام سنة كاملة، وأن قيام ليلها يعدل قيام ليلة القدر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: صوم كل يوم من أيام ذي من أيام من أيام ذي من أيام ذي من أيام العشر بصيام سنة، وقيام ليلها كقيام ليلة القدر. هل تعلم أن العمل في كل يوم من أيام ذي الحجة بألف أن الفضل كل يوم من أيام العشر من ذي الحجة يعدل ألف يوم من أيام، لقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يقال لنا في الأيام العشر أن كل يوم منها بألف يوم، وأن يوم عرفة بعشرة آلاف يوم. فإذا أنت لو سبحت مئة تسبيح، هل تعلم أنك لو سبحت مئة مرة وحمدت الله سبحانه وتعالى مئة مرة، وكبرت مئة مرة، وهللت مئة مرة صباحا ومساء، يكتب لك في الأيام العادية ثواب مئة حجة ومئة غزوة في سبيل الله، وكانك أعتقت مئة ولد من بني إسماعيل، وكانك تصدقت بمئة بدنة مئة جمل، قال ان الثواب يضاعف هذه الايام الف ضعف. انك لو سبحت 400 تسبيحه صباحا و 400 تسبيحه مساء، كانك يكتب لك ثواب 100000 حجه و 100000 غزوه في سبيل الله، كانك اعتقت 100000 ولد من بني اسماعيل، وكانك صدقت 100000 رقبه، او اعتقت 100000 رقبه، وكانك صدقت 100000 بدنه. ثم يتضاعف هذا الثواب 10 اضعاف في اليوم التاسع. لو تسبحت 100 مرة وحمدت الله 100 مرة وكبرت 100 مرة قلت لا إله وهللت 100 مرة صباحا ومساء 800 تسبيحة في يوم عرفة، هكتب لك مليون غزوة في سبيل الله، كأنك أعتقت مليون ولد من بني إسماعيل، كأنك تصدقت بمليون بدنة، كأنك حججت إلى بيت الله الحرام مليون حجة بلا مبالغة. لقول أنس بن مالك: كان يقال لنا في الأيام العشر أن كل يوم منها يعدل ألف يوم، وأن اليوم العاشر أو اليوم آسف اليوم التاسع يعدل عشرة آلاف يوم. هل تعلم أنك لو صليت الفجر والعشاء في جماعة في هذه الأيام هيكتب لك كل يوم ثواب قيام ألف ليلة؟ صلاة الفجر بتعدل قيام ألف ليلة، صلاة الفجر بتعدل قيام ليلة بحالها، والعشاء نصف ليلة، لكن في هذه الأيام كل صلاة فجر حتى يكتب لك قيام ألف ليلة، إلا اليوم التاسع صبيحة يوم عرفة يكتب لك قيام 10000 ليلة. مش كده وبس، كل صلاة جماعة في هذه الأيام العشر بثواب ألف حجة إلى بيت الله الحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من توضأ فأحسن وضوء ثم خرج من بيتي لا يخرجه إلا الصلاة كان له كأجر الحاج المحرم. وفي رواية أخرى صححها الترمذي: كان له أجر حجة تامة إلى بيت الله الحرام. يبقى أنت لو صليت الخمس صلوات في الجامع كل يوم هيتكتب لك 5000 حجة بلا مبالغة، 5000 حجة في العشرة أيام، إلا يوم التاسع. اليوم التاسع هيتكتب لك بكل صلاة 10000 حجة إلى بيت الله الحرام. الصواب يتضاعف 10000 ضعف، 10000 حجه الى بيت الله الحرام. ده مش كده وبس، شوف بقى الصواب الاعظم اللي اكثر الناس ما يعرفوش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان اللي بيصلي ب 1000 ليله ب 1000 ايه في الايه في ليله يكتب له قنطار 1000 ايه، من قام في ليله ب 1000 ايه كتب من المقنطرين. قال رسول الله: ما القنطار؟ قال: القنطار 1200 اوقيه، الاوقيه خير مما طلعت عليه الشمس. وفي روايه ثانيه: تنطي 10000 اوقيه. العلماء قالوا ايه؟ خير من طلعت عليه الشمس وخير من بين السماء والارض، يعني اكبر من انت تتصدق بمساحه الكره الارضيه كلها. يعني انت عندك مساحه ارض عملتها وقف لله قد الكره الارضيه كلها وتصدقت بيها، دي ما تسويش اوقيه واحده بس. طب ده اللي بيصلي ب 1000 ايه في ليله بيتكتب له 1200 اوقيه. بلاش، خلينا في الحساب الاقل، 1000 مش 12000، خلينا في ال 1200، يعني قد مساحه الكره الارضيه كلها 1200 مره. مساحه الكره الارضيه كلها 6.5 مليار و66 مليون كيلومتر مربع. يعني اللي بيصلي ب 1000 آية كل في كل ليلة
يزيد ميراثه في الجنة 600 مليار كيلومتر مربع. طب صلاة الفجر في الجامع في الأيام العادية أفضل من كده بكتير، لأن سيدنا عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من شهد الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كلها. والإنسان يقرأ إيه أكتر، يقرأ أكتر من 1000 آية بكتير، يعني ممكن الإنسان يقرأ 3000 آية. سيدنا عثمان كان بيقرأ القرآن كله في ليلة في ركعة واحدة، في الليلة وفي ليلة واحدة، والحديث صححه الإمام السائب. يبقى إذن أنت تستطيع، يبقى طب اضرب الكلام ده كله في 1000 وفي 10000، خلي بالكم. يبقى انت في الايام العاديه صلاه الفجر في الجامع بتزود ميراثك اكتر بكتير من 1000، بتزود ميراثك اضرب في 3 في 4، الانسان ممكن يقرا 4000 ايه في ليله واحده. يبقى بدل ما هتزيد 600 مليار تزيد 2000 مليار او 1500 مليار. طب اضرب الكلام ده في 1000 في ايام، يبقى كام؟ 1000 مليار، 1000 يعني مليون مليار كيلومتر مربع في الايام الاول ما نزل الحج، صلاه الفجر وصلاه العشاء، صلاه العشاء نص صلاه بالليل. في اليوم العاشر زي سيدنا انس بن مالك قال اضرب الصفر ده في 10000، يبقى 10 مليون مليار كيلومتر مربع، يعني قد مساحه الكره الارضيه كلها 20 مليون مره. يبقى في ال 10 ايام دي، في الايام العشر دول ممكن تزود ميراثك، تزيد ميراثك في الجنه عشرات الملايين من المليارات، عشرات الملايين من المليارات من الاميال بلا مبالغه. ده مش كده وبس، ناهيك عن الصدقه. لو تصدقت في اي يوم من ايام عرفه، في اي يوم من ايام ذي الحجه ب 100 جنيه كانك تصدقت ب 100000، الا اليوم التاسع كانك تصدقت بمليون جنيه. يعني لو تصدقت، لذلك انا في اليوم التاسع في كل عام بتصل بالفقراء واجيبهم، ايضا في ليله 27، لان الثواب في ليله 27 بيضرب في 30000، والثواب في يوم عرفه بيضرب في 10000. لو تصدقت ب 100 جنيه يوم عرفه كانك تصدقت بمليون جنيه في شهر صفر او شهر ربيع الاول. اخيرا، هل تعلم انك تستطيع ان تحصل منازل الشهداء؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، طبعا انت عملت الكلام ده كله باذن الله تحصل منازل الشهداء، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، هقول لكم اكتر من دليل، هقول لكم دليلين. او الدليل الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام اللي هي الايام العشر. قال رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع بذلك من شيء. خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط ماله ونفسه، يعني انسان مات شهيدا وانفق ماله كله في سبيل الله، دي بس الحاجه الوحيده اللي تفضل العمل في الايام دي. طب لو واحد خرج بنفسه فقط ولم يرجع بنفسه، يعني مات شهيدا، مش هيحصل منازل دي. ادي الدليل الاول. دليل تاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث افلا ادلكم على خير اعمالكم واسكاها عند ملككم وارفعها في درجاتكم، خير لكم من انفاق الورق والذهب، خير لكم من ان تلقوا اعداءكم غدا فيضربوا اعناقكم وتضربوا اعناقهم. قلنا بلى رسول الله، قال ذكر الله. ده في الايام العاديه، يعني المكسرين من الذكر الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يصلون الى منازل اعلى من منازل الشهداء، لان الرسول قال خير لكم من ان تلقوا اعداءكم غدا فيضربوا اعناقكم وتضربوا اعناقكم، يعني بس الجهاد في سبيل الله، ده الجهاد في سبيل الله والشهاده. طب ده الكلام ده في الايام العاديه، ما بينكم بقى في الايام العشر اللي الثواب بيتضاعف فيها 1000 ضعف، وبيتضاعف في اليوم العاشر في اليوم التاسع 10000 ضعف. يبقى هتحصل منازل شهداء مش هتحصل منازل شهداء؟ فلذلك المحروم اللي ما يعملش الكلام اللي بيقوله ده، فانا هكتب لكم الكلام ده كله، انسخوه من شؤون الشهاده، لان في ثواب عظيم من علم علما فلا اجر عليه يوم القيامه، لا يقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.